سلام صحابتي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، فرحانين في الحياه ديالكم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش الا عجبكم ديروا لايك. وبغيت نقول للبنات اللي جاوا جدادات القناه مرحبا والف مرحبا بكم. كيف ما شفتوا في العنوان، اليوم بغيت نهضر لكم على واحد الكريم الاساس اللي هي رائعه 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 بزاف. الثمن ديالها جد مناسب، وشبهوها على الكريم الاساس هذه ديال هدى بيوتي، ولكن ديال هدى بيوتي يعني ماشي من الامكانيات ديال اي واحد انه ياخذها، وصعيب انكم تلقاوها في اي بلاصه. انا هاد الايام هادي وليت كنفكر انني ناخذها، وقلبت مثلا في سيفورا اونلاين اللي قريبه ليا وما لقيتهاش كاينه، لهذا يعني صعيب حتى انكم تلقاوها. يعني وبالصدفه لقيت هاد اليوتيوبر اللي انا عزيزه عليا ومتبعها وكيعجبني، يعني كاع هذوك الفيديوهات اللي كدير على حساب المكياج، هضرات على هاد المكياج اللي غنوريكم اليوم ديال مايبلين، وهضرات على ديال هدى بيوتي. درت كل وحده في نصف الوجه باش تشوف واش يعني متطابقين، ونيت بصح كانوا كتشوفي وجهها بحال دايره كريم اساس وحده، تغطيه رائعه. يعني انا تصدمت بلاصتها، يعني بقيت كنشوف وقلت ضروري خصني نمشي نشوف ناخذ هذه ديال مايبلين. وداكشي اللي درت، مشيت خديتها. صراحه فرحت بزاف ملي لقيتها، يعني ولقيت اللون ديالي، جربتها في يديا في الاول. يعني انا ما كنصحكمش تجربوا في يديكم، جربوا دائما في عنقكم ولا وجهكم. مين جربتها في يدي، يعني خديتها شويه فاتحه، لحقاش دائما كناخذ شويه لون فاتح على لون يديا باش يلا يجي على حساب وجهي. هي هذه البنات الكريم الاساس، سميتها مايبلين سوبر ستايل، كتبقى زعما 24 ساعه، ولكن ما عمري جربت 24 ساعه، لحقاش ما عمري خليت شي كريم اساس 24 ساعه كامله في وجهي، ولكن جربتها يعني الوقت لاي وحده تقدر تستعملها واحد المده طويله. يعني جربتها في وجهي، بقات في بلاصتها، تغطيه البنات رائعه. واللي عجبني فيها هو انه فيها هاد البومب هذا، ولا هاد الغلاقه ولا قفاله بحال هاد الطريقه، لانك تقدري تخرجي الكميه اللي بغيتي. لحقاش منين ما كتكونش هادي، يعني صعيب انك شي مرات كتخرجي اكثر من داكشي اللي كنتي محتاجاه. مهم بنات، انا غادي نجربها لكم هنايا في يدي باش تشوفوا نتوما التغطيه بعينكم كيفاش دايره. تقريبا عندي هنايا واحد الطبعه في يديا، غادي نشوفوا التغطيه ديالها، يعني تشوفوها بعينكم. كيف ما كتعرفوا انا ما نقدرش نوريها لكم في وجهي حاليا، ولهذا غنوريها لكم يعني في يديا. وصراحه البنات رائعه، التغطيه ديالها زوينه، الالوان عندهم يعني الالوان مختلفه، ما عندهمش يعني الوان قلالين، سينو عندهم واحد المجموعه ديال الالوان اللي نقدروا نقولوا تقدروا تلقاو اللون ديالكم فيها. الثمن ديالها جد مناسبه البنات، هذه الثمن ديالها داير غير 10 اورو. كيف ما كتشوفوا هذه هي الطبعه اللي عندي في يدي. انا غادي دابا ندير واحد شويه هنايا ونوريكم التغطيه تقريبا باش تديو واحد الفكره على هذا الكريم الاساس. كيف ما كتشوفوا يعني بومب واحد راه كيخرج، يعني تقريبا ديروا بهذه الكميه نصف الوجه ديالكم. وكيف ما كتشوفوا هزيت واحد شويه باش نغطي بها هذا يعني هذه الطبعه هذه اللي عندي في يدي. وكيف ما كتشوفوا يعني باليد ما كتجيش تغطيه عاليه، يعني كون درت بالبيوتي بلندر غادي تجي التغطيه رائعه. يعني صراحه فاش درتها في وجهي تصدمت يعني من التغطيه ديالها. اول مره نجرب كريم اساس لي الثمن ديالو 10 اورو ودار ليها التغطيه. يعني انا قارنته الصراحه بكريمات اساس لي فايت لي خديت بثمن غالي، يعني نقولوا 30 اورو الفوق، جاتني يعني كلا درت انا نص وجه بكريمات الاساس الاخرى اللي عندي غاليين شويه، وبهذه كنظن غادي يكون عندي نفس النتيجه. صراحه رائعه، وما عندي ما نقول في هذا الكريم الاساس. واللي عجبني فيها هو ان ما كتحسيش بها ثقيله في الوجه ديالك. كيف ما كتشوفوا البنات، واخا كيبان لكم لون شويه فاتح يعني في يديا، ولكن راه مع مرور ديال الوقت كيتوكسيدا، يعني كيولي اللون ديالو كيتغير، كيولي يعني كيغمق اكثر. ولهذا دائما فاش كنجرب في يديا كنجرب اللون يكون شويه فاتح. وإلا بغيتو من الأحسن تجربوا كريمة الأساس هو أنكم تجربوها في البشرة ديالكم، يعني في وجهكم ولا في العنق ديالكم. ولا أنا الصراحة الطريقة اللي بغيت كندير هو أنني كنجربها في يدي وكناخدها شوية فاتحة، يعني شي درجة ولا جوج درجات على حسب كريم الأساس، صافي يعني ما كنديش يعني أكثر من درجة واحدة ولا جوج فاتحة. وهي هذه كتجيني مع البشرة ديالي، مع اللون ديال البشرة ديالي كنديرها، كدوز واحد الساعة ولا هذه صافي كيولي هذاك هو اللون اللي أنا كنقلب عليه. وصراحه كيف ما قلت لكم البنات، هاد كريمة الاساس راه رائعه، يعني ملي كديريها في البشره ديالك ما كتحسيش بها ثقيله، كتحسي بها خفيفه. وكيف ما قلت لكم التغطيه ديالها راه بالنسبه لي انا نقولوا من المتوسطه العاليه، تقدر توصل العاليه. لحقاش اللي درتو الكوش الاولى انا يعني عندي طبيعي شويه الحبوب كتغطيهم كاملين، ولا بغيت يعني تغطيه نقولوا كما كنقولوا يعني تكون كثيره كثيره بزاف، هو انكم ديروا جوج المرات. ولكن كنظن انا بالنسبه لي انا مره واحده درتها صافي، يعني كانت كافيه. واش غنقول لكم عليها البنات، هي حاجه وحده ما فيهاش والو، ما فيهاش الاس بي اف، يعني ما فيهاش الوقايه من الشمس، ولكن تقدروا ديروا الواقي الشمس ديالكم اللي كتستعملوا دائما، ومن بعد ديروا كريم اساس. صراحه رائعه البنات، كنصحكم بها، الثمن ديالها جد مناسب، يعني ما فايتاش 10 اورو، غادي تقتصدوا الفلوس ديالكم مقارنه مع كريم الاساس. كيف ما قلت لكم اللي عندهم تغطيه رائعه راه الثمن ديالهم غالي، يعني ابتداء من 25 اورو الفوق. اما هذه صراحه انا
انا فاجاتني يعني، انا ملي شفتها في اليوتيوب على اليوتيوب اللي انا كتعجبني تفاجات، ولهذا مشيت ناخذها واقتصدت بزاف ديال الفلوس ملي خديت هذه ب 10 اورو وما بقيتش خديت ديال هدى بيوتي يعني بداك الثمن. المهم بنات كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، ديروا لايك الى عجبكم واشتركوا في القناه اللي ما كنتوش مشتركين، هذا الشيء غادي يفرحني بزاف. وبوسه كبيره لكم، تهلاو ليا في راسكم حتى الفيديو ولا فلوغ الماجي ان شاء الله. بسلامه عليكم وما تنساوش لايك 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 لايك. يلا باي باي.